الأصوات الحلوة موجودة في كل مكان في مصر، مكان ما تد ودنك هتلاقيها، وده اللي أثبتته تجربة الراهبة سيليست خياط لما جت قرية البياضية في المنيا سنة 1987 عشان تدرس دين وموسيقى، وحطت إيدها على كنز أصوات حلوة أصحابها ما يعرفوش إنهم أصوات حلوة. هي كان دورها ان هي عندها حس موسيقى، وهي مع الولاد اكتشفت انه لا، في خامه اصوات كتيره جدا جميله. ابتدت تشتغل مع الولاد في شويه ترانيم في الاول، وبعدين شويه اغاني تراث، وبعدين جت النقله التاريخيه. كان يمكن ده تقريبا سنه 90، كان الكورال تم دعوته للقاهره للمشاركه في احد الاحتفاليات، وغنى هناك وادي لونا بدون موسيقى، ودي كانت الانطلاقة الأولى. ابتدى بقى يبقى له مردي والناس اللي بتحب تسمعه. بعديها 93 و94 الجمعية وقفت في ظهر الكورال، ابتدوا يعملوا 2 أوبريت حصان خشب وتيجي نبني بيت. وابتدى الكورال بقى يتوسع، بدل ما تبقى مدرسة البيضية لا كمان مدرسة ملوي أبو رقاص. ابتدى يحصل تجمع من كتير من المدارس التابعة للجمعية. ناس كتير وقفت مع الكورال لغاية لما ثبت وجوده، ولغاية ما بقى مطلوب في معظم الاحتفالات اللي موجودة في مصر يعني، وكمان خارج مصر يعني. كمان 98 اتعمل عنه فيلم روائي من المركز الثقافي للسينما جوه البشر. أستاذ أحمد رشوان كان بيوثق شوية فكرة بداية الكورال، وفكرة أنه إزاي ممكن ندور على الفن وعلى الجمال جوانا، إزاي أن احنا نفضل مستمرين نبحث عن كل ما هو جميل. ربنا خلق كل حاجة جميلة جوانا، الشيء الجميل ده لازم نبتدي ندور عليه. آه يا لالي، يعني يا لالي، علي تغار راح ولا قال لي. يا لالي يا عيني، يا لالي علي يتغار راح ولا قال لي. اللي غاب عن عيني متى نسيجيني، اللي غاب عن عيني متى نسيجيني، بحنانه يغطيني يشوف اللي حصل لي. انا بشوف ان الكورال هو عباره عن الدنيا بس بشكل مصغر. ناس بتطلع وناس بتدخل، ناس بتتولد من اول وجديد، ناس بتصاحب، ناس بتفارق، ناس بتسافر بره لكن بيفضلوا معانا. ده على المستوى يعني المستوى الانساني. على المستوى الفني لا، بنحاول انه كل شويه نعمل نقله مع الولاد، بنحاول انه مرات كتيره نجيب حد يدرب الولاد، احنا نروح نشارك مع فرق، انه ما نعرضش بشكل طول الوقت انه لا نقف نغني، لا مرات بنعرض حاجات فيها دراما، فيها حكي، فيها شويه تمثيل. كل ده بيسري الولاد وبيسري العروض بتاعتنا يعني. قلبي
بدأت تقريباً من سنة 2000. 2000 انضمت للكورال في الأول كعازف عود، وبعدين مع الوقت يعني ابتديت أدربهم لأن أنا درستي موسيقى. دكتوراه في الموسيقى؟ أيوة، في جامعة المنيا. دكتوراه من جامعة عين شمس. عين شمس. بتجيبوا البنات اللي صوتها حلو ازاي؟ بتختاريها ازاي؟ في الأول أنا جيت كان الكورال موجود فعلا. طبعا الكورال من 84، بس طبعا كل فترة كان الولاد بيكبروا أجيال، وكانت بتمشي ناس وييجوا ناس. الناس اللي كانت لما كان العدد بيقل كنا بننزل نلف على القرى، بنروح المدارس التابعة للجمعية نلف عليهم، مراكز الشباب بنتكلم معاهم، احنا عايزين، احنا كورال جامعات الصعيد وعايزين اصوات لو عندكم، بنبتدي نختبرهم، بنلاقيه يعني مؤهل او عنده استعداد كويس كنا بنجيبه، نبتدي معاه بقى تمرينات وتدريبات، تدريبات صوت، تدريبات سولفيج، تدريبات موسيقى، لحد ما يعني بيبتدي بقى يعتمد على نفسه. علي صوتك، علي صوتك بالغناء، لسه الاغاني ممكنة. علي صوتك، علي صوتك بالغناء، لسه الاغاني ممكنة. هل في مميزات للأصوات اللي موجودة هنا مختلفة عن باقي أقاليم مصر؟ يعني أنا هقول لحضرتك يعني بخبرتي القليلة إن في الصعيد أو في أو عندنا يعني أو في المنيا، في اللي أنا شفته في المنيا، هتلاقي الولاد كده عارف اللي هو صوته بخيره، بخير يعني عارف معنى إنه يعني هو بيقول بتلقائية، لا هو متكلف ولا هو لسه مش عارف حتى يطوع صوته ازاي، فبيبقى جاي حابب يغني، طالع مننا اصوات او من عند الولاد اصوات قويه وحلوه جدا جدا، اصوات كده تحس فيها بالطرب فعلا. في اصوات حلوه كتير في المنيا، كتير كتير، بس يعني من خلال بحثك وانك بتروحي كتير مدارس وبتشوف كتير، والايام دي انا حاسه انه اكتر مع الميديا ابتدت تنتشر، يعني ابتدى ممكن واحد يسجل لنفسه مقطع صوتي او مقطع فيديو بصوته، في اصوات حلوه كتير عندنا. انا عايزه اقول انا حاسه ان المصريين اغلبهم فنانين بالطبع، صوتهم حلو حقيقي، يعني حتى ان كان مش مطرب ولكنه مؤدي، يعني ممكن يكون بيؤدي حلو. اختاروا الجمال.
احياء مدارس سبت حد اتنين تلات اربع خميس كل احياء البلد احياء مدارس سبت حد اتنين تلات اربع خميس ميت حلاوة مش تبع بالتلاميذ كل احياء الفن بيقرب المسافات بيلغي الحواجز وده اللي أثبتته تجربة كورال الصعيد في المنيا رحاب وسارة بقوا صحاب وأمهاتهم أصحاب رغم اختلاف العقيدة انتوا اتعرفتوا على بعض في الكورال وبقالكوا تقريبا سنتين مع بعض انعكست المساله دي الصداقه بقت ازاي بقى يعني انتوا اصحاب ممكن تخرجوا مع بعض تشتروا حاجه دلوقتي احنا عامه من حتى الجامعه بننزلها مع بعض دايما الامتحانات احنا مع بعض زي في كل حاجه دلوقتي بقينا مع بعض والاسرتين هي طبعا وهي تعرف مامتي بتيجي عندي البيت وانا نفس الكلام ما حدش بيقول لا بلاش لا طبعا لا وانا عامه اي حاجه طول ما انا مثلا مع الدكتور او هنا مع الكورال ماما مش بتبقى مطمنه عليا يوم الكورال بمختلف عن كل الايام التدريب دايما بيبقى الساعه 10 بيعدوا علينا ممكن نيجي مثلا مع عربيه الدكتور وبكده انا بعدي على ساره وبعدين بنيجي اول حاجه طبعا بنعمل تدريب صوت وبعد كده الدكتور تبتدي بقى تدربنا على كل حاجه احنا المفروض مثلا ناقصانا زي ان احنا مثلا نتعلم المقامات نتعلم ازاي نمشي مع الموسيقى وكده ليه ورا ليه ولا توت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم داري انا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري حد عايز آلة معينة أو بيحب آلة معينة عايز يتعلمها كان بيتعلمها يعني كان في كمانجا كان في طبلة كان في ناي كان في عود كان في أورج أي آلة أنت حبيبها كنت بتتعلمها في أول ساعة من الكورال وإحنا يعني كان أحيانا المتخصصين كان الدكتورة تقعد تخلينا يعني نعلم الناس كمان معاها المقامات والسلالم وكل اغنيه مثلا عليها مقام ايه احنا بنعرف ده كمان الدكتوره بتدينا خبره من ده كله Thank you.
36 سنة مرت على إنشاء كورال جمعية الصعيد، الحلم اللي حلمت بيه الراهبة سيليست خياط، وحولته الحقيقة في مجتمع صعيدي محكوم بعادات وتقاليد متوارثة. الإخلاص للفكرة، المحبة في تنفيذها، كانوا كلمة السر في ثقة الأهالي وتهافت التلاميذ والطلاب على الكورال. وطول ما هم موجودين هيستمر الكورال وهيكتشف كل يوم أصوات حلوة. وأنا عمل ما جزمة بيضة والشراب جوني، ما قالولي تخدمني عمك قلت يا موري، ما قالولي تخدمني خالك قلت يا موري، ما قالولي تخدمني الغارب صغرت أنا وأمي، ما قالولي تخدمني الغارب صغرت أنا وأمي. لما ابن عمي كل عيش عالمية، لما ابن خالي كل عيش عالمية. احكي لي بقى انت دخلت الكورال ده ازاي؟ كنت في سنة رابعة ابتدائي من الثمانينات تقريبا. كان الكورال عندنا مسير من رباط الكرب المقدس اسمها سير سيليست، هي اللي بدأت الكورال معنا كفريق من البيادية. اللي صوته كويس وتحس انه عنده موهبة تختاره، ونبدأ بقى كمجموعة صغيرة من الأولاد الصغيرين تدربنا بعد المدرسة، ممكن نسيب المدرسة بعدها بنص ساعة كده نقعد معاها نتدرب معاها. والدك قال لك إيه وأنت رايحة تغني؟ هو الأول يعني كانوا معترضين كناس من أرياف، طبعا حضرتك عارف إنه ده صعب إن إحنا ممكن نتأخر أو نغني، لكن بعدين بعد ما بدأت جماعة الصعيد تدخل معانا بدأت الأهالي تنفتح وتنبسط يعني جدا إن في أولاد بيغنوا وبنقدم عروضات، وابتدينا بقى نتوسع خالص. يعني عملنا أوبريت كنت أنا معاهم، يعني عملت التدريب بس للأسف ما كملتش معاهم لغاية أولى سنة وأنا كنت معاهم في الفريق. بعدين بقى ابتديت علشان الدراسة والارتباط وكده، واشتغلت كمان على الموسيقى دي اللي انا اتعلمتها من الكورال. اشتغلت مدرسة في احدى مدارس جامعة الصعيد، مدرسة الموازة بالبلدية، اشتغلت 13 سنة. مع الخبرة اللي خدتها من الكورال ده فادني كتير، كنت مدرسة يعني كويسة نوعا ما. بعدين بعد ما خلصت بقى والاولاد شرفونا قلت لي لا ما رجعش تاني، ومعايا الاولاد كمان اشجعهم. هنا فرصة ممتازة روعة بصراحة، في الفريق في ناس مهتمين بنا جدا، الجمعيه بتوفر لنا مواصلات، كمان في دكتور هيام بتدربنا، يعني حاجه كويسه خالص الواحد يستفاد. قلت لا واولادي كمان يستفيدوا من الحاجه الكويسه دي، وكمان هم بيتواصلوا مع الاهالي. يعني مثلا مثل هنا ما بيكون في حد معترض من اولياء الامور هي بتتصل بيه وبتطمن علينا بعد ما نروح وبعد ما نسافر، فمش بس علاقه اللي هو كورال ونروح، لا المسؤولين هنا كاننا اسره واحده. فانا اشجع اي بنت فعلا تدخل هنا، وبشجع فعلا حاليا في البلد معايا حد يجي معايا في مدامتها تدخل المرات اللي جايه ان شاء الله. حبيت الموسيقى في المدرسه، كان في مس بتدينا موسيقى، ومن خلال ماما قالت لي ان في كورال تبع جامعه الصعيد بيعلمنا الموسيقى وفي خبرات احسن واكبر.